رمضان كريم على الجميع. نحن بنحب تعطي ارشادات للاشخاص على لانه بيجوني بيسالوا على اذا انا عندي مرض بروستات في صوم. اول شغله اذا عم بيعمل شخص التهابات كثير بالبروستات مفروض ما يصوم اكيد ولازم يكثر شرب المي ويفوت على الحمام اكثر. اذا واحد ما عنده عوارض بروستات اما عوارضه خفيفه وماشي حاله على الدواء اكيد في صوم ما في اي اشكال. واذا واحد عنده مرض خبيث بالبروستات اكيد في صوم اذا طبيبه بيقول له انت بحاله مسيطرين على المرض فيك تصوم ما في مشكل. وشكرا.